السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم: التلفاز من نوع توشيبا 32 بوصة LCD، أحضره للزبون بدون باور سبلاي على هذا الشكل. مكان الباور سبلاي موجود هذا الاحتراق، هذا مما يؤكد بأن الباور سبلاي وقع بها يعني انفجار. عموما أحضر التلفاز بدون باور سبلاي، قال لي تصرف يا كريم. إذن هذا هو أصدقائي، سوف أحاول يعني تركيب لهذا التلفاز باور سبلاي من نوع آخر. نسيم التلفاز هذا من نوع LCD، فالأنفرتر يشتغل ب 24 فولت. إذن هذا الجهد هذا معروف، وهذه اللوحة هذه لاحظوا ليس مكتوب يعني لا شيء يؤكد أو يبين لنا كل سلك يعني والجهد الذي يوصل، ولكن رغم ذلك سوف أحاول تركيب باور سبلاي. عموما سوف نحتاج إلى باور سبلاي تخرج 3 من الجهود، جهد ستاند باي و 12 فولت و 24 فولت. إذا نأخذ أي باور سبلاي من أي تلفاز LCD، لأن تلفزيونات LCD في الغالب تعتمد على هكذا جهود 12 فولت 24 فولت وجهد ستاند باي. إذا أصدقائي اللي نكتشف تابعوا، إذا سأركب هذا الباور سبلاي هذه. لاحظوا مكتوب هنا الجهود التي تخرج، لاحظوا 12 فولت موجودة، 5 فولت هذا جهد ستاند باي، و 24 فولت الجهد الخاص بتغذية الانفيرتر. إذا سأحاول دمج هذا الباور سبلاي مع هذا اللوحة الأم للتلفاز. كما أشرت بأن اللوحة الأم ليس مبين عليها يعني الجهود في هذا الكونيكتر، أيضا الباور سبلاي القديمة ليست موجودة لكي يعني نعتبرها أو نأخذها كدليل لهذا الأمر. إذا الآن علينا بمعرفة، أول شيء علينا بمعرفة هذا الأسلاك، كل سلك ودوره لكي نقوم بالدمج. أما الأنفيرتر فمعروف هو يشتغل ب 24 فولت. إذا أصدقائي تابعوا، لدينا هنا مجموعة من الأسلاك مختلف الألوان. لاحظوا يوجد 3 أسلاك بلون واحد، الأصفر، هادو يمثلون أو مسؤولين عن خط واحد أو توصيل جهد واحد، هادو بثلاثة مشتركين مع بعض. هادو بالأسود، بطبيعة الحال الأسود دائما نجده الجراوند، هو الجراوند هو الأرضي. لدينا 3 أسلاك هنا بالأحمر، هادو مسؤولين عن توصيل جهد واحد أو متصلين في خط واحد. هادو إذن هاد الأسلاك متصلين مع بعض، هاد الثلاثة. إذا نستنتج بأن موجود هنا جهد واحد هذا الأصفر، جهد ثاني هو هذا الأحمر. وكما أشرت في الأول بأن تلفزيونات LCD تعتمد على 3 جهود، جهد ستاند باي 12 فولت و 24 فولت. إذا موجود 2 من الجهود هنا، هادو الأصفر والأحمر، طبيعة الحال الأسود هو الجراوند. بقي لنا هاد الأربع أسلاك هادو، أو خمس أسلاك. هاد الخمس أسلاك بطبيعة الحال من بينهم سلك الخاص بالباور أون تشغيل الباور سبلاي، وسلك خاص بإشارة الأون أوف للأنفيرتر مسؤول عن الإضاءة، وسلك ثالث مسؤول عن شدة الإضاءة، التحكم في شدة الإضاءة. وبطبيعة الحال من بينهم أسلاك تكون نو كونكت. سوف أستخدم طريقة الآن في معرفة كل سلك والجهد الخاص به أو الذي يوصله. إذا نأخذ المالتيميتر، ناخذ المالتيميتر على هذا الشكل. التيكون يشتغل ب 12 فولت، هذا معروف. اذا اول جهد سوف نتعرف عليه من بين هذه الاسلاك هو 12 فولت. اذا بالاعتماد على جهد الذي 12 فولت الذي يغذي التيكون. اذا لاحظوا كابل LVDS، هذا الاسلاك الاحمر هادو عباره عن اسلاك تغذيه خاصين ب 12 فولت. اذا لو تتبعناهم لاحظوا ها هما، هذا متصلين مع هذا المكون، هذا عبارة عن مصفط، هذا المصفط دوره هو توصيل 12 فولت. إذا يأخذ 12 فولت من هنا ويوصل هنا يعني لكي تغذي التيكون. إذا من هنا سوف نحدد السلك أو الأسلاك الخاصين ب 12 فولت. إذا نأخذ المالتيمتر على وضع الجرس ونوصل هنا في المصفط، هنا الدخل 12 فولت. إذا نبحث في السوكت، لاحظوا الأصفر. إذا الأسلاك الصفراء
خاصة ب 12 فولت. الآن حددت بكل بساطة جهد واحد وهو 12 فولت. الآن بقي لي جهد ستاند باي. جهد ستاند باي بالتأكيد سوف يكون هو هذا الأحمر هذا، والأسود كما ذكرت فهو خاص بالجراوند. إذا كما أشرت هذه الأسلاك الحمراء خاصة بجهد ستاند باي، لكي نتأكد سوف نفحصها مع هذه المحولات دي سي إلى دي سي. هذه المحولات دي سي إلى دي سي تأخذ جهد ستاند باي. إذا هذا هو الدخل، لاحظوا موجود اتصال مباشر هنا أيضا. إذا دخل محولات دي سي إلى دي سي هو جهد ستاند باي. الآن حددنا 2 من الجهود وهذا هو المطلوب 12 فولت. هذه 12 فولت تغذي التيكون وتغذي أيضا آي سي الصوت. جهد ستاند باي هو الذي يؤخذ منه جهد المعالج، جهد الرامات، جهد الفلاش إلى آخره. إذا حددنا 2 من الجهود 12 فولت، وجهد ستاند باي الذي سيكون هو 5 فولت بالتأكيد. إذا سوف نلحم هذه الأسلاك هذه مع الباور سبلاي. يبقى لنا أو حددنا الآن أسلاك التغذية، بقي لنا أسلاك أخرى، خمس أسلاك. هذه الخمس أسلاك كما قلت من بينهم الباور أون أوف والإنفرتر أون أوف والباك لايت، يعني الأجستبل، يعني التحكم في شدة الإضاءة أو البرايتنس. إذا من بينهم أسلاك سوف يكونون نو كونكت. إذا علينا تحديد هاد الأسلاك هادو الغير متصلين لكي نستثنيهم، يعني لا يزعجونا. إذا سوف نبقي الآن المالتيمتر على وضع الجرس والدايود ونفحص في هاد الأسلاك. إذا لاحظوا هاد السلك يعطي قراءة، السلك الآخر يعطي قراءة، بمعنى أنهم متصلين كونكت. السلك هذا الأخضر يعطي قراءة، البرتقالي لاحظوا لا يعطي قراءة، هذا الرمادي ايضا لا يعطي قراءه. اذا اثنان من الاسلاك نو كونكت، لان الاسلاك المتصله دائما اذا فحصناها مع الارضي تعطي قراءه. مثلا هذا التغذيه، هذا بطبيعه سوف يعطي جرس لان مع الارضي، هذا ايضا. اذا الاسلاك المتصله تعطي قراءه كونكت، ولكن الاسلاك الغير متصله لا تعطي قراءه، كمثلا البرتقالي والرمادي. اذا سوف نستثني هذا الاسلاك هذو. بقي ثلاث اسلاك، سلك خاص بالباور اون، سلك خاص بالاون اوف الخاصه بالاضاءه الانفرتر، وسلك خاص بالتحكم في شده الاضاءه. اذا هذا الاسلاك ايضا سوف نوصلهم مع الانفيرتر ومع الباور سبلاي. اذا اصدقائي تابعوا، الان سألحم الاسلاك في الباور سبلاي. نبدا باسلاك الارضي، الآن 12 فولت الأسلاك الصفراء. جيد على هذا الشكل. الآن الأسلاك الحمراء أو موجود ستاند باي، نسألحمهم هنا. جيد على هذا الشكل. الآن بقي لي ثلاث أسلاك، سلك الباور أون تشغيل الباور سبلاي الذي يشغل أو الذي المسؤول عن إشارة الأون التي تشغل جهد 12 فولت و 24 فولت، وسلك خاص بإشارة تشغيل الانفيرتر، وسلك ثالث خاص بالتحكم في شدة الإضاءة. إذن هذا هو الكونيكتر الخاص بالانفيرتر، الأسلاك الحمراء خاصة ب 24 فولت، الأسلاك السوداء طبعا فهي للأرضي. بقي سلكان الأزرق والأخضر، سلك منهم خاص بتشغيل الانفيرتر أون أوف، وسلك خاص بالتحكم يعني في شدة الإضاءة. إذا الأزرق والأخضر. إذا لاحظوا في هذه الأسلاك يوجد الأزرق والأخضر. إذا هذا الأزرق والأخضر هم الخاصين بالأنفيرتر، فهم يكونون متصلين مع الأنفيرتر من خلال الباور سبلاي، يعني الباور سبلاي الأصلي للتلفاز. هذا السلك الأزرق والأخضر متصل مع السلك الأزرق والأخضر للأنفيرتر
يعني من خلال الباور سبلاي. كمثلا لاحظوا هنا يوجد بين خاص، لاحظوا بي ال يعني تعني باك لايت، هذا هو الخاص بتشغيل الانفيرتر. وهنا مكتوب دي يعني ديمر، هذا الديمر هذا هو المسؤول عن التحكم في شدة الإضاءة. لو تتبعنا هذ الاثنان من المسارات سوف نجدهم، لاحظوا ها هما، سوف نجدهم في كونيكتر الانفيرتر. لاحظوا 24 فولت الجراوند، بي ال باك لايت، ديمر. فهمتم؟ اذا هذا السلك هذا الازرق والاخضر سوف الحمهم في هذا الكونيكتر، هذا واحد في البي ال وواحد في الديمر. إذن على هذا الشكل الآن بقي سلك واحد وهو لإشارة on off للباور سبلاي. إذن كما قلنا السلك هذا الرمادي هذا no connect، هو البرتقالي. إذن بقي هذا السلك هذا البنفسجي. إذن هذا البنفسجي هو الخاص بالباور سبلاي، بال on off للباور سبلاي. اذا لاحظوا هذا البين مكتوب STB وهو اختصار لكلمه ساند باي. اذا هنا اشاره اون اوف للباور سبلاي. اذا سالحم هذا البنفسجي هنا. جيد، على هذا الشكل لقد تم توصيل جميع الاسلاك في الباور سبلاي. الان ساركبها في التلفاز، وايضا سوف ادمج يعني السلك الكونيكتر الانفيرتر هنا. اذا لقد تم تركيب الباور سبلاي على هذا الشكل، ولحسن الحظ فهي يعني متطابقه من ناحيه البراغي، اربعه براغي في مكانهم الصحيح على هذا الشكل. اذا بقي الان سلك الانفيرتر او كونيكتر الانفيرتر على هذا الشكل، ولحسن الحظ حتى هو يعني متطابق ولكن باختلاف. يعني لاحظوا فهم الاسلاك هنا معكوسه، لاحظوا هنا الارضي خمس اسلاك وهنا 24 فولت خمس اسلاك. اذا لاحظوا خمس اسلاك هما الاحمر ل 24 فولت، اذا ركبناهم في الكونيكتر على هذا الشكل فهما سوف يكون متصلين مع الارضي. فهمتم؟ والارضي في هذا الكونيكتر سوف يكون متصل مع 24 فولت. فهمتم؟ اذا ساقوم بالتعديل بحيث أبدل مكان هاد الأسلاكات، الأسلاك الحمراء سوف أركبهم مكان هاد السوداء هادول الأسلاك الأسود. إذا قبلها سوف أوصل الآن الكهرباء ونشوف هل كل شيء تمام في هاد الوضع هذا. سوف يشتغل التلفاز إن كان كل شيء يعني تمام، سوف يشتغل التلفاز بدون إضاءة. إذا سأوصل الكهرباء على هاد الشكل، لمبة الساند باي ها هي بالأحمر. جيد، إذا تحولت إلى خضراء. جيد، الآن التلفاز شغال ولكن بدون إضاءة. إذا سأفحص نشوف في الباور سبلاي هل موجودة 24 فولت. إذا نشوف، نفحص هنا. إذا لاحظوا 24 فولت موجودة. جيد، الآن سأقوم بتركيب هذا الأسلاك الانفيرتر، وكما قلت لكم سأركب الأسلاك الحمراء مكان السوداء. تابعوا. إذن على هذا الشكل أصدقائي الآن كل سلك في مكانه الصحيح، كل شيء تمام. النتيجة التلفاز شغال الآن بشكل ممتاز. بقي لي الآن سلك الكهرباء سأقوم بتوصيله مكانه. عموما الآن نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، تحياتي لكم.